أزهر شامت علم شمس صوت الحق الصارخ نور بسم الله الرحمن الرحيم، موضوعنا في سكشن 8 4 بدينا فيه في المحاضرة الفاتت عن الانفيرس هايبربوليك فانكشنز عرفنا الاربع دوال الاساسيه السنش انفرس والكوزاينش انفرس والتانش انفرس والسكش انفرس واخذنا ايش تعريف كل داله من هذه الدوال وايش اشتقاقهم وحلينا بعض الاسئله على الاشتقاق اليوم في المحاضره هذه حنتعرف على بعض التكاملات على هذا الموضوع ونحل الاسئله عليه ونشوف بعض اسئله المراجعه على الشابتر 8 كله طبعا اذكركم هنا على السريع بمشتقات هذه الدوال ديريفاتيفز اول قانون كان معايا دي على dx اكس لسنش انفرس يو بساوي واحد على يو تربيع زائد ون تحت الجذر في دي يو على dx هذه هي مشتقة السنش انفرس يو طب احنا بنقول مشتقة هذه بتساوي هذه، إذا لو عكست حقول له تكامل هذه بتساوي هذه. إذا صار عندي هنا الانتجرالز عبارة عن ايش؟ تكامل الدي يو على جذر اليو تربيع زائد اي تربيع بيساوي لنا ايش؟ سنش انفرس يو على اي زائد سي. فهذا هو أول قانون من الاشتقاق والتكامل تكامل الديو على جذر يو تربيع زائد اي تربيع يعني بدل الواحد هنا عندي اي تربيع فالقانون هو سنش انفرس يو على اي هذا بذكرك بقانون ايش الساين انفرس ايضا قلنا في المحاضرة الفاتت انه الدي على دي اكس للكوش انفرس يو بيساوي واحد على جذر يو تربيع ناقص 1 في دي يو على دي اكس where اليو U هنا عندي أكبر من ال 1 ما بتساويش 1 إنما أكبر منها علشان تخلينا إيش المقام أو الجذر تحت الجذر التربيعي موجب طب لو بدي أعكس اقول له تكامل دي يو على جذر اليو تربيع ناقص ال A تربيع في الدي يو شو هذا بيساوي لنا ايوه لو عكسنا بيساوي كوزين كوزاينش انفرس يو على A بلس سي وبرضه هنا اليو هي اكبر من الاي اكبر من الصفر خد بالك هنا قيمه اليو اكبر من الاي عرفنا ليش عشان اليو اكبر من الوان لكن ليش الاي اكبر من الصفر او ليش كل المقدار هذا اكبر من الصفر اه لانه انا بدي اليو والاي يكونوا اكبر من زيرو لانه دومين الكوزاينش انفرس دائما موجب من واحد لما لا نهايه صح ولا لا اخذنا احنا رسمه الكوزاينش قلنا الدومين من سالب انفينيتي لانفينيتي والرينج من واحد لانفينيتي لا طب لو بدي اعكس الكوزاينش انفرس حيكون دومينها موجب من واحد لما لا نهايه عشان هيك بدي انا اليو والاي يكونوا دائما ايه موجبه هذا برضه قانون اخذناه في المحاضره اللي فاتت الان عندي 3 دي على دي اكس للتانش انفرس اليو اخذنا هذا ايضا بيساوي 1 على 1 ناقص يو تربيع في دي يو على دي اكس وير طبعا القيمة المطلقة إلى إيه أصغر من الواحد أخذنا في المحاضرة فاتت لو كانت هذه تان inverse يو لحالها الإشارة بتصير زائد واحد على واحد زائد يو تربيع مشتقة التان إنفرس لكن مشتقة التانش إنفرس بتساوي واحد على واحد ناقص يو تربيع طب أنا لو عكست هقول له تكامل الدي يو على إيه تربيع ناقص يو تربيع إيش هذا بيساوي سا واحد على A في تانش انفرس يو على A بلس سي وير اليو اللي عندي هنا اكبر من اللي هي او القيمة المطلقة ليو اصغر من ال A اخر قانون معانا خدناه في المحاضرة الفاتت اللي هو السكش انفرس الرابع هنا دي على دي اكس للسكش انفرس اليو. قلنا هذا بيساوي سالب واحد على يو في جذر واحد ناقص يو تربيع حيث ان اليو اللي عندي هذه ايش مالها اكبر من الصفر وايش اصغر من الواحد طب لو بدنا نعكس هنقول له ايش تكامل دي يو على يو في جذر A تربيع ناقص U تربيع بساوي سالب واحد على A في السكشل انفرس القيمة المطلقة ل A على A زائد C وير طبعا U أو القيمة المطلقة أصغر من 1 وأكبر من الصفر شوف آخر قانون شو بيقول لي مشتقة السكش انفرس U واحد على U في جذر واحد ناقص U تربيع سالب 1 شو الفرق بين هذا وبين السك انفرس بالقانونين هذول شو الفرق بينهم قانون السك انفرس فيش سالب واحد على يو في جذر يو تربيع ماينس 1 هذه لا واحد ناقص يو تربيع طب لو بدي اعكس هقول تكامل دي يو على يو لو بدل الواحد اي اي تربيع ناقص يو تربيع قلنا بتطلع واحد على اي في الحاله هذه والحاله هذه وعرفنا ليش بتطلع واحد على اي في المحاضرات اللي قبل علشان فيش هنا عندي جذر وهنا عندي يو وبرضه في جذر في السكش انفرس القيمه المطلقه لا يو على اي طبعا ليش انا اخذت القيمه المطلقه هنا قلت لك برضو علشان السيكشن انفرس الدومين له موجب الرينج له من سالب انفينيتي لانفينيتي والدومين له الفتره المفتوحه قلنا من صفر لما لا نهايه عشان الدومين موجب فقلنا هنا القيمه المطلقه هذه اكبر من صفر واصغر من ايش من ال اي بلس سي هل قلت انت ايش بدك تعمل في كل هذا السكشن في عندي ثمان قوانين اساسيه على اللي هو معكوس الدوال المثلثية ومعكوس الدوال الزائدية يا ريت هدول الثمان قوانين نكتبهم هيك على ورقة زي ما قلت لك تقسم الورقة هيك بالطول من النص تكتب لي ثمان قوانين أربعة للدوال المثلثية وأربعة للزائدية صاروا ثمانية للاشتقاق وثمانية للتكامل زيهم لأنه إحنا خدنا الاشتقاق المحاضرة الفاتة اليوم حنأخذ أسئلة على التكامل وخد بالك في الامتحان أنا ما بقولكش إيش بأي طريقة تحل أو بأي قانون فانت بدك تكتب الثمان قوانين هادول عشان تعرف ايش الفرق بين كل واحد والثاني الاختلافات بسيطة جدا فقط في اشارة او في جذر او في غيره ولما انت تبدأ تحل اسئلة عليهم حتلاقي لحالك الثمانية عرفت الفرق بينهم احنا هنأخذ اسئلة تكاملات اليوم على اللي هو العمود هذا نبدأ هنا على سبيل المثال بالسؤال رقم عشرين بقول لي evaluate the integral سؤال رقم عشرين في اكسرسايز تمانية أربعة قال لي بده تكامل دي اكس على جذر 16 اكس تربيع ناقص تسعة يا ريت تنتبه معايا أول حاجة بدك تهيئ هذا, السك... هذا السؤال للتكامل يعني شوف أي قانون حتستخدمه إيش تعمل قبل ما تشوف أي قانون ركز معايا 16 إكس تربيع هذه لازم تخليها يو تربيع قبل ما تعرف اي قانون حتستخدمه ايش اعمل؟ ما هي 16 اكس تربيع كان اقول 4 اكس الكل تربيع صارت يو تربيع اذا هنا ال 16 هذه عباره عن 4 اكس الكل تربيع خلناها كلها تربيع الان ايش اللي بدي افرضه بيو؟ بدك تفرض الاربعه 4 اكس هذه كلها بيو علشان اخليها يو تربيع كلها تصير عندي في المقام طيب اذا فرضت 4 اكس بيو اذا ايش مشتقة هذه 4 في دي اكس بتساوي ايش دي يو نيجي الان لسؤالنا تمام الدي اكس من هنا شو بتساوي بتساوي ربع في دي يو الربع هذا حنطلعه برا تكامل الدي اكس بتساوي دي يو على 4 طلعنا الاربعة برا على جذر الأربع اكس انت فرضها بيو فصارت يو تربيه ناقص تي جهزنا السؤال الان نشوف اي قانون حنستخدم طلعنا على القانون الثاني هنا يو تربية ناقص تربية ايش القانون بيقول لي كوش انفرس يو على اي يو اللي هي جذر هذه او ايه اللي هي جذر اليو تربية تطبيق مباشر اصبح القانون اذا صار السؤال واحد على اربعة كوش انفرس يو على ثلاثة ثلاثة من هي اللي هي جذر التسعة هذا اي تربية بتصير اي اللي هي جذرها تمام بعدين هذا بيساوي 1 على 4 في كوزاينش انفرس اليو انت فرضها 4 اكس على 3 بلس السي عمليه سهله اول حاجه اف اسال نفسك ايش اليو بدي احطها اكتب القانون وجهزه قدامك السؤال وبعدين استخدم القانون اللي بنسبها. طيب شوف لي هنا السؤال 24 بقول السؤال تكامل 2 على 5 ناقص 3 اكس تربيع دي اكس شوف عندي طلع لي على المقام هنا 5 ناقص 3 اكس تربيع انا إلي إيه في 3 اكس تربيع هذه بدي اخليها يو تربيع يعني 3 اكس تربيع بدي ايش احط عشان يصير يو تربيع 3 بدي احطها جذر 3 اكس يعني هذه بدي تصير ايش تكامل 2 طلعوا برا هذا ثابت دي اكس على 5 ناقص 3 بدك تحطها جذر 3 اكس الكل تربيع اذا كيف اخلي ال 3 اكس تربيع كلها بيو تربيع ان احط جذر ال 3 اكس افرضها بايش؟ بيو اذا هنا انت لو فرضت جذر ال 3 اكس بيو ايش حيصير معي؟ جذر ال 3 في دي اكس بتساوي ديو طب انا ايش بدي هنا؟ بدي دي اكس بتساوي 1 على جذر ال 3 في ديو دي لسه انا ما استخدمت قانون ولا عارف اي حاجه فقط خليته على الشكل المطلوب اذا سؤالنا صار بيساوي 2 في تكامل الدي اكس بدك تحط مكانها دي على جذر الثلاثه هذه طلعها برا على خمسة زي ما هي والناقص ثلاثة جذر الثلاثة اكس انت فارضها بش بيو فصارت يو تربي شوف انا في شابتر تسعة الاحتمال بس نبدأ فيه اليوم بداية هيك سريعة في هناك طرق التكامل كل الأسئلة هذه اللي بنحلها بإمكاننا نحلها بطرق أخرى هنتعلمها بالتفصيل في شابتر تسعة طرق التكامل يعني هذا السؤال لما نصل لسكشن تسعة أربعة مثلا ذكره هنقول لك هذا بنحله بطريقة الكسور الجزئية يمكن سمعتوا عنها ها؟ إن حلل المقام واستخدم القاعدة اللي عندي لكن إذا أنا عارف قانون أكتب القانون على السريع بدون ما اني احل كل الاسئله هذه اللي لها قوانين بامكانك تحلها بطرق التكامل العاديه اللي حندرسها في شابتر 9 لكن اذا انا عارف القانون بريحني السؤال بكتب القانون على السريع اذا هذا بذكرني بقانون مين التانش انفرس ركز لو الاشاره في النص زائد بصير قانون التان انفرس هم فيش اربع قوانين هنا واربع قوانين في في يعني سهل جدا الثمان قوانين تعرف الفرق بينهم هنا الناقص تانش انفرس الزائد تان انفرس هذا فيش فيها جذر اللي فيش فيها ايه جذر فأنا هنا استخدم القانون واحد على ايه ايه معايا بخمسة هنا ايه تربيع اذا حتصير اثنين على جذر التربيع واحد على جذر الخمسة اللي هي ايه تمام فيش في تانش انفرس يو على ايه مين هي اليو اللي هي اليو معايا اخير بعوض عنها وبقول له اثنين على جذر اللي هي خمسة في ثلاثة 15 في تانش انفرس اليو معايا جذر ثلاثة اكس على جذر الخمسة بلس السي يعني احنا في الامتحان النهائي في الغالب بيجيك سؤال كامل بقول لك Evaluate the following integrals. أوجد نتيجة هذه التكاملات. ما بقول لك بالقانون أو بالقاعدة أو بأي حاجة. فقلت لك أول طريقة تفكر فيها في حل أي سؤال تكامل هي التعويض العادي تعويض فكرته أنه أفرض حاجة إلها مشتقة عندي في السؤال رقم اثنين القانون إذا السؤال له قانون فكر بالقانون ما زبطش معك لا تعويض ولا قانون معناه بدنا ندخل على طرق التكامل اللي حنتعلمها بالتفصيل في الشابتر تسعة إن شاء الله طيب هذا بالنسبة لسؤال ستة نأخذ سؤال هنا آه هذا السؤال قديش؟ 24 26 بقول لي بده تكامل دي اكس على جذر الخمسة ناقص اي اس 2 اكس أول خطوة شو حتعملها هنا؟ اه الاي اس 2 اكس بدك تخليها يو تربيع يعني خليها اي اس اكس الكل تربيع وافرض الاي اكس باليو فيش مشكلة يعني هذه عبارة عن تكامل الدي اكس على جذر خمسة ناقص اي اس اكس الكل تربيع الان هذه بدك تحطها بيو لازم تخليها يو تربيع افرض اليو بتساوي اي اكس صارت هنا عندي الدي يو بتساوي اي اس اكس دي اكس صح ركز معي لو سمحت انت عندك الدي اكس اللي موجوده في البسط بدها تكون مضروبه في ايش في اي اكس عشان تحطها بدي يو طب هي في دي اكس مضروبه باي اكس مضروبه لا ايش اعمل فيها حط هنا في الباست اي او 6 فيش مشكله وحط هنا اي او 6 نقدر نعمل هيك نقدر نقسم البسط والمقام على اي او 6 طب ليش بنقدر عشان الاي اكس عشان الاي اكس مستحيل تساوي زيرو ما انت بتقدرش ذا الكميه زيرو تحط تضرب الاكس ما بتساوي الزيرو عشان هيك بنضرب وبنقسم على نفس الحد اي اس 6 خلص اذا صارت عندك هنا الاي اس 6 في دي اكس ايش بتساوي دي يو على يو في جذر 5 ناقص يو تربيع اي قانون حتستعمل هيو اخر قانون عندك هنا الثابت في الاول وبعدين في المتغير لما تلاقي عندك يو برا ومعاها جذر ركز فيش عندك الا قانونين اللي يو في الجذر هذا القانون والسك انفرس الفرق بينهم انه هذيك يو تربيع ناقص اي تربيع هذه اي تربيع ناقص يو تربيع انت لو كتبت الثمانية مع بعض حتلاقي الفرق واضح بينهم اذا هذا شو بيساوي لنا واحد على جذر الخمسة في سكش الانفرس سالب طبعا هنا عندي ها قانون في سالب سيكشن انفيرس يو او القيمه المطلقه ليو على جذر الخمسه طبعا انت فرض اليو بايش بس سيكش انفيرس اي e و 6 على جذر 5 زائد سي طبعا بدون قيمه مطلقه لانه الاي e و 6 مالها دائما موجبه هذا بالنسبه لحل ايش الاسئله هل قلت هنا عندك في سيكشن 8 5 ريفيو اكسرسايز اسئله مراجعه مجموعتين مجموعه اشتقاق ومجموعه تكامل يعني يا ريت تحل الاسئله هذه او تشوف كيف بس عشان تتدرب كيف القوانين هذه تعرف الفرق بينهم. انا بدي بس اخذ من كم سؤال على السكشن الاخير كمراجعه على كل الشابتر. ايش بده يكون قدامي؟ ثمان قوانين هدول والثمان قوانين للاشتقاق، يكونوا قدامي وايش؟ تشوف ايش الفرق بينهم. يعني هنا لو اخذنا شوية مراجعة في سكشن 8 5 هذا قلنا لك ريفيو اكسرسايز خليني ابدا باسئله التكامل وبعدين ارجع للاشتقاق عشان ايش نربط الموضوع مع بعض. شوف لي هنا السؤال 28. قال لي تكامل ايو 6 في دي على جذر واحد ناقص ايو 6 2 اكس. طلع معي لو سمحت. شو الفرق بين هذا السؤال واللي قبله؟ هنا الفرق بينهم انه هنا حاطط لك في البسط اي او 6 لكن حستخدم نفس القانون لا قانون ثاني ها شوف كيف اول خطه شو اسويها خلي لي المقام اي 2 اكس برضه يو تربيع ها نفس ما عملنا يعني هذه حتساوي ايش تكامل اي 6 في دي 6 على واحد ناقص اي اكس الكل تربيع شو اللي بدي افرضه باليو بدي افرض الاي اس اكس بتساوي ايش اليو الاي او 6 بدي افرضها بيو طب ليه يا عمي لانه ايش مشتقتها هذه اي او 6 في دي اكس بدي يو صح يا شباب هل جت هذه اي او 6 في دي اكس موجوده عندي في البسط ركز كلها بدي احطها بالدي يو على جذر ايوه الان حستخدم قانون ثاني مش نفس القانون طلع حاجه بسيطه في السؤال بتغير لك القانون كله ايش صارت هذه واحد ناقص يو تربيع لا يا عم التان والتانش ما فيش فيهم جذور سهله ولا الساينش ولا الكوزاينش الساين انفرس ما ارجع ما قلت لك هذه اسئله مراجعه على الشابتر كله مش من القوانين هذه شو قانون الساين انفرس بيقول تكامل واحد على جذر عكس هذه عكس هذه طلع القوانين عكسها a تربيع ناقص يو تربيع. قانونها بيساوي ساين انفرس يو على ايه. عشان هيك بدي تكتب الثمان قوانين هدول سهلين جدا وتشوف ايش الفرق بينهم. يعني وش كتار لو انك حاولت تفرق بينهم. انت احفظ اللي في النص هذا مالوش جذر. فما تقوليش ما دام في جذر ابعد عن التان انفرس والتانش انفرس. ابعد عنهم. في جذر معناه اذا في يو برا استخدم يا هذا يا السك انفرس اذا ما فيش جذر يا بتستخدم الساينش انفرس يمين يا الساين انفرس اذا هذا قانون الساين انفرس اذا هذا بيساوي ساين انفرس يو ويساوي ساين انفرس ايو 6 تمام يا شباب في اي سؤال طب شوفوا لي السؤال اللي قبله شو بقول سبعة 27 في نفس السكشن 8 5 بيقول لي تكامل اي اس 2 اكس على جذر واحد ناقص اي اس 2 اكس في دي اكس نفس السؤال هو هو لكن في البسط مش اي اكس لحالها اي اس 2 اكس أنا قلت لك قبل ما تفكر بالقانون فكر بالتعويض بحلو هذا السؤال بالتعويض؟ ليش احله بالتعويض؟ افرض لكل الجذر لانه التعويض شو بقول لي؟ اللي بدك تحطه بيو او بفي او بواي كله مشتقه انت لو حطيت هذا بفي شو مشتقتها؟ سالب اي 2 سالب 2 اي اس 2 اكس دي موجوده 2 اكس دي عندي؟ ايوه موجوده فوق طب واحد يقول لي طب ليش ما عملتش هنا نفس الحاجه؟ لا يا عم هنا اي اس 2 اكس مشتقة 2 اي اس 2 اكس بس عندك هنا اي اكس هادي مش 2 فبتفرق واحد قال لي طب انا لو عملتها زي هذه الطريقة اعمل مش مشكلة اعمل نفس هذه الطريقة حط اي اس اكس حطها بيو حط مش مشكلة شو بده يصير هذه تكامل ها ها حطها لو لو حد نسي ايش يعمل حط ها حط الاي اس اكس حطها بتساوي يو معنى ايش؟ اي اس اكس في إكس دي اس اكس بتساوي ديو طيب شوف سؤالنا شو بصير هذا؟ مال هي اس 2 اكس يا شباب عباره عن اي اس اكس في اي اس اكس يعني شو صارت؟ يو لا مش يو تربيع يو في دي يو ماشي؟ على ايه؟ على جذر واحد ناقص يو تربيع رجعنا للتعويض برضه هذه بتنحل بالتعويض ما لهاش قانون ما دام عندك فوق يو بتنحل بالتعويض افرض اللي تحت تحت الجذر هذا واحد ناقص يو تربيع بفي ولا بزد ولا بدك اياه وبنحل بالتعويض مش بالقانون فبدل ما انا اعمل هيك مرة واحدة بحل بالتعويض ها بدل ما اعمل هيك انا مرة واحدة بحل بالتعويض كيف احل بالتعويض م. اني افرض الواحد ناقص اي اس اثنين اكس افرضها كلها بتساوي يو كلها شفت ليش كلها عملت هنا نفس الحاجه افترض هذه معك افترض هذه معك اكس لحالها هيك برضو بالتعويض بنحلها لكن لو معك هنا اثنين قلت لك بنحل بالتعويض اذا هذه صارت سالب اثنين اي اس اثنين اكس دي اكس بتساوي دي يو تمام هنا عندي معنى الكلام انه إيوس اس 2 اكس في دي اكس بتساوي سالب نص في دي يو اذا سؤالنا ايش صار هذا تكامل الاي اس 2 اكس في دي اكس فرضناها بسالب نص برا دي يو على جذر اليو شايف شايف هنا معايا كويس شوفوا قديش الفرق يعني حاجه بسيطه في السؤال في الاس بتغير السؤال وبتغير جوابه فهذا بيساوي سالب نص جذر يو أس ناقص نص في ديو. هذه كانت يو أس نص لما رفعناها في البسط صارت ايش؟ يو أس نص. طب لما بنكملها ايش بدنا نعمل؟ بدنا نزيد عليها واحد. واحد نص ونقسم على نص. فبصير ناقص نص يو أس نص على نص، النص بروح مع النص، ناقص جذر اليو، ناقص جذر الواحد ناقص اي اس 2 اكس لو في اي نقطة مش واضحة يا ريت تسأل لأنه الموضوع بسيط جدا ما فيش مشكلة فيه نعم ممكن ناخذ كمان سؤال سؤال 30 السؤال بيقول لي تكامل دي اكس على اكس في جذر اكس اس 4 ماينس 1 خلينا ناخذ اخر سؤال على التكامل وبعدين نشوف سؤالين ثلاثه على الاشتقاق شوف قبل ما تقول لي السك ولا ساين ولا, ولا غيره يا عمي خلي لي الاكسوس أربعة يو تربيع كيف خليها يو تربيع؟ يعني عبارة عن اكس هذه الأسس أربعة ايش عملها؟ عبارة عن اكس تربيع الكل تربيع قبل ما تقول أي قانون اسحب تقول تكتب دغري الجواب هي السؤال لسه ايش بتفرضها افرضها هالجيت؟ شو يا شباب؟ قول اكس تربيع بتفرضها افرضها طب اشتاق لي اياها لقيت شو مشتقة هذه؟ 2 اكس دي اكس بتساوي دي يو. تمام يا عمي هيك؟ طيب اكس في دي اكس بتساوي نص في دي يو. ركز معايا في البسط الدي اكس بدك اياها تكون مضروبه في الاكس عشان تعوضها بالديو صحيح؟ لكن دي اكس لحالها فوق وانا معاها اكس طيب انا ممكن احط هنا اكس واحط مكانها هنا اكس بصير بصير اقسم واضرب في اكس بصير فيش مشكله ليش؟ لانه ايضا اكس لا تساوي صفر هنا شو أعرف إن اكس لا تساوي صفر؟ عوض لو انت عوضت الاكس بصفر بيطلع جذر ايش؟ السالب 1 غير معرف اذا الاكس هذه خارج الدومين معناها بتقدر تحط اكس فوق او اكس تحت فيش مشكله احنا لسه ما كملنا ايش صار معنا سؤالنا يا شباب؟ طلع معايا ايش هذا بيساوي؟ قول معايا اكس في دي اكس البسط شو بيساوي؟ نص في دي يو طيب اللي تحت هذه ما هذه اكس مضروبه في اكس في البدايه اللي هي اكس تربيع يعني يو في جذر يو تربيع ناقص 1 هل قاعد تقول لي اي قانون؟ سك انفرس مش سكش انفرس طب انا كيف اعرف سهلة جدا شوف لما تلاقي معاك جذر زي هذا ويو برا فيش الا قانونين اثنين يا سك إنفرس، يا سكش فيرس بس اذا معاك جذر لحاله هنا جذر لحاله ما فيش حاجة مضروبة برا معاه معنا معنى يا ساين شنفرس يا ساين انفرس يا كوزاين شنفرس او اذا فيش جذر يا تانش انفرس يا تاني يعني سهل جدا تفرق بينهم فاذا بتقول لي هنا سيك انفرس اذا هذا بيساوي نص سيك انفرس اليو تمام ويساوي نص سيك انفرس اليو احنا فرضينا بقد تربيع بلس سي نعم اذا هيك انا يعني اخذت اسئله منوعه على التكامل سواء في انفيرس trigonometric او انفيرس hyperbolic تعال ناخذ بس سؤالين هيك مراجعه على الاشتقاق وننهي الموضوع هذا بقول لي هنا find اف شرطه للاكس سؤال خمسة فيكسر size ثمانية خمسة fx 2 tan inverse 2x وخلينا خلينا ناخذ سؤال مثلا 23 fx بتساوي tanh 10 inverse tanh جذر تكعيبي للخس انتبه معي لو سمحت الاولاني بيقول لي 2 tan انفرس 2 x يا عم ما تاخدش اللن هذه لها قانون انا قلت لك مشتقة ال A -6 زمان بشفتر 7 A اكس في لين الاثنين تكاملها اضرب في لين ال A تكاملها قسم على لين ال A واشتقاقها اضرب في لين الاثنين لين ال A صح؟ اذا انا لما بدي اقول لك 2 tan انفرس 2 x ايش مشتقتها هذه؟ زي ما هي في لين الاثنين في مشتقة الأس اللي بنسى إيش يسوي زي ما قال دخل الليل للطرفين وبنحل السؤال فيش مشكلة لو نسيت لكن إذا أنت عارف القانون أسهل بأنك إنك إيه؟ تحل جد فإذا هنا الجواب شو حيساوي هنا على السريع حتقول الإف شرطة بتساوي 2 تان الإنفرس 2 إكس في لين الاثنين صحيح؟ ضرب ايش؟ مشتقة التان انفرس 2 اكس، ايش مشتقة التان انفرس؟ مشتقة الثاني فيرس يو واحد على واحد زائد يو تربيع هذه واحد ناقص هذيك واحد زائد إذا هذه في واحد على واحد زائد 4 إكس تربيع في مشتقة الاثنين إكس إيش بتساوي؟ بتساوي 2. كلها أسئلة امتحانات هذه أنت بدك تاخذ بالك منها طب الثاني تانش انفرس افتح قوس تانش جذر التكعيب الى احنا عارفين مشتقة التانش انفرس واحد على واحد ناقص يو تربيع هيا قدامك لسه ما انشلتش تانش انفرس يو هيا مشتقتها واحد ناقص يو تربيع مين هي اليو تربيع أنا عندي مين يا شباب هذه هي اليو هذه هي اليو فاهم كيف فهذا ايش مشتقته واحد على واحد ناقص تانش جذر التكعيب لإكس الكل تربيع، أيوة في مشتقة اليو بالنسبة لإكس مشتقة التانش قلنا سكش تربيع زي التان سكش تربيع وهذه زيها بالظبط تانش عبارة عن سكش تربيع جذر التكعيب إكس في مشتقة جذر التكعيب إكس هذا عبارة عن إيش؟ اكس اس تلت لما بدي اشتقها أقول له تلت في اكس اس سالب 2 على 3 طرحنا من الاس واحد واحد على 3 ناقص 3 على 3 اللي هي ايش سالب 2 على 3 وهذه هي مشتقة السؤال هذا <سئال> <لتصفيق> نعم يا شباب اذا في اي نقطة مش واضحة اي سؤال بامكانك ايش تسأل في سؤال طيب نشيل القوانين هذه هالجيت خلصنا منها نعم هذا مش مقرر عليك اي حاجة فيه هذا اختياري لو انت بدك تحل فيه هذا مش مطلوب منك الا اذا انت بدك تستزيد من الاسئلة وتحل بامكانك تحل, تحل عليه نعم اي سؤال يا شباب هيك احنا بنكون خلصنا شابتر 8 لو بده يجي سؤال في على الامتحان في شابتر 8 بيجيك سؤال اشتقاق على مشتقات اللي أخذناها وبيجيك سؤال تكامل وطبعا ممكن يجيك سؤال على الاكزاكت فاليو وعلى بعض ايش القوانين اللي أخذناهم. تمام ممكن. الآن بعد ما خلصنا شابتر ثمانية بدنا ندخل على شابتر مهم جدا نعطي مقدمة عنه شوية والمحاضرة الجاية نحل الأسئلة على السكشن الاول تسعة واحد الآن موضوعنا في شابتر تسعة شباب لو سمحت عن طرق التكامل. هذا موضوع هام جدا في الرياضيات. طرق التكامل انا الى الان مبدئيا ما خدتش ولا طريقه الا الطريقه الاساسيه الطريقه بالتعويض وبالقانون وهذا اللي انا بنصحك فيه لانه في الامتحان بيجيك سؤال كامل ما بقول لك اي طريقه تحلها اول ما تفكر في السؤال فكر بالتعويض ما ظبطش معك في التعويض فكر له قانون ولا لا له قانون اكتب القانون لا ظبط التعويض ولا له قانون معناه بدي ادخل على طرق التكامل التالية طريقة طريقة اول طريقة معايا من طرق التكامل هي التكامل بالاجزاء أخذتها زمان بتوجيهي اليوم حناخدها بطريقة ايش بسيطة او سهلة اذا موضوعنا هنا في شابتر تسعة عن تكنيكس اوف integrations التكامل أو طرق التكامل وسكشن تسعة واحد أول طريقة integration by parts التكامل بالأجزاء طبعا التكامل بالأجزاء بيعتمد على إيش أو فكرته إيش إنه في عندك دلتين في السؤال مضروبين في بعض أو مقسمين على بعض أو أيا كانوا فاهم؟ والدالتين هدول بدي أحلهم بطريقة الأجزاء. شو الفكرة الأساسية هنا؟ إنه تجزئ الدالة اللي معك في السؤال إلى دالة اشتقاق ودالة تكامل. إلى إيه؟ إلى دالة اشتقاق ودالة تكامل. دالة الاشتقاق نروح نشتقها ودالة التكامل نروح نكملها يعني صورة من الصور اللي حنشوفها لو جاني مثلا تكامل اكس في اي اس اكس دي اوف اكس ركز في كلامي كويس اول حاجه السؤال هذا ما بنحلش بالقانون ما خدناش قانون له بنحلش بالتعويض ولا بنحل بالتعويض طب لو معاك هنا اكس تربيع بنحل بالتعويض ايوه افرض الاكس تربيع بي وخلص السؤال طب معيش هنا اكس تربيع معايا اكس في اي اس اكس لا بنحل بالتعويض ولا بنحل بايش؟ بالقانون اذا ايش اول طريقه افكر فيها؟ اول طريقه افكر فيها الاجزاء ان اروح اجزئ الداله هذه لدالتين الداله الاولى اخذها بداله الاشتقاق اسميها يو يو داله الاشتقاق والداله الثانيه افرضها واسميها دي في بداله التكامل داله الاشتقاق هاخد اي داله منها بحيث يكون المشتقه بتاعتها منتهيه يعني بعد ما اجي انا اشتقها الاقي الجواب بخلص معايا زي الاكس لما اجي اشتقها شو بيصير واحد لكن الاي اس بتخلص اشتقاقها صح اذا داله الاشتقاق اروح اختار واحده من هدول ممكن اختار الان الاكس هي الداله الاولى يو وداله التكامل لازم يكون معاها دي اكس لازم يكون معاها ايه دي اكس فبختار داله التكامل ممكن اختار الاي اكس مع الدي اكس كلهم دول مع بعض اختارهم بالداله الثانيه دي في يعني هذا السؤال له ثلاث اختيارات ركز لليو وحد دي في انا لك الثلاث اختيارات هقول لك اياهم واول واحده هي الصح ممكن اختار هذه باليو وهدول بدي في رقم واحد رقم اثنين ممكن العكس ممكن اختار الاي اكس هي اليو والاكس مع الدك الدي اكس هي ايش؟ الدي في هذا الاختيار بمشيش معي او بظبطش معي هلقيت حقول لك ليش الاختيار الثالث ممكن الاكس مع الدي اكس هي اللي تفرضها بيو والدي اكس لحالها هي اللي تفرضها بايش؟ بالدي في لانه داله التكامل ايش حتساوي فيها؟ حتكاملها الدي اكس لحالها لها تكامل؟ اه لها تكامل يعني بامكانك هذه الدي اكس اه لها تكامل اكس لحالها فاهم كيف عليا؟ يعني ممكن الدي اكس هي تاخذها دي في لحالها بدون ما اكون معها اي حاجه اذا حختار داله الاشتقاق يو وداله التكامل دي في يعني مثلا لو جبت لك سؤال مشتقه الساين انفرس اكس هذه هل جيت انت طالب منك مين مشتقه الساين انفرس في دي اكس طب الساين انفرس هذه انت عارف اشتقاقها ولا تكاملها عارفين اشتقاقها ولا تكاملها اشتق... قبل شويه اخذنا قانون إلها للاشتقاق ساين انفرس مشتقتها واحد على جذر التربيع الى واحد ناقص يو تربيع او اكس تربيع اذا هذه بدي اخذها بداله الاشتقاق يو عشان بقدر اشتقها والدي اكس اختارها بايش؟ بدي في يعني انا بعطيك امثله واحنا المحاضره الجايه حنحل اسئله متنوعه على الموضوع هذا طيب اذا اول حاجه بدي اختار يو ودي في على اي اساس؟ اليو هي الداله الأسلة للاشتقاق واشتقاقها بنتهي الدي في هي الاس التكامل وبرضه تكاملها ايش؟ بينتهي الخطوة اللي بعدها ايش اعمل؟ بقول للدالة الأولى روح اشتقها اشتقتها دي يو والدالة الثانية روح كملها تكامل الدي في ايش بيساوي؟ في الآن قانون التكامل الولاد شو بقول لي؟ بقول لي تكامل يو في دي في مين هي اليو في في في؟ هي اللي أنا فرضها بيو في دي في يعني تكامل دالة الاشتقاق في دالة التكامل اللي أنا اخترته من السؤال شو القانون بقول لي؟ بقول لي يو في في ناقص تكامل في في دي يو. سهل جدا يو في في اضربهم في بعض ناقص هذا التكامل احطه من عندي بعدين اقول له في في ايش في دي يو هذا قانون التكامل بالاجزاء هل قلت حقول لك من وين اجانا هذا القانون او كيف اجى اذا القانون كمان مره بقول لي داله الاشتقاق روح اشتقها وداله التكامل روح كاملها بعدين استخدم القانون تكامل هادي في هادي اللي هو السؤال اللي معي انا اللي اخترته بساوي سهله جدا هادي ضرب هادي ناقص تكامل هادي ضرب هادي طب تعالوا نشوف كيف هذا القانون اجاني هذا القانون عارفين من وين اجى اجى من قانون مشتقه حاصل ضرب دالتين شوف كيف Definition. Now formula of integration by parts let U to sell FX and V sell GX such that F dash and G dash are continuous. Then قانون هذا بقول لي تكامل U في دي v بساوي U في بيساوي يو في في ناقص تكامل في في دي. القانون شو هذا شو بقول لي نفترض انه عندي دالتين يو بتساوي دالة في x و v بتساوي دالة في جي في x برضه بحيث انه الاف شرطة والجي شرطة are continuous يعني exist و continuous ذن تكامل اليو في دي في بيساوي يو في في ناقص تكامل في في دي ركز معي دقيقه واحده بس لو سمحت انا لو قلت لك هنا دي على دي اكس لليو في في هذا اللي هو برهان هذا القانون عندك دالتين يو في اكس وفي في اكس وبدك تشتق هدول الدالتين كحاصل ضرب حتقول لي الاولى في مشتقه الثانيه ولا لا الداله الاولى يو في مشتقة الدالة الثانية دي في على دي زائد الدالة الثانية v في في مشتقة الأولانية دي يو على دي واضح؟ إذا الخطوة الأولى شو عملت هنا؟ اشتقيت اشتقاق حاصل ضرب. الآن خد التكامل للطرفين أو كامل الطرفين اللي عندي. هأحصل على هذا القانون نفسه. بعد ما اشتقيت أفاضل الطرفين. تفاضل هذه دي على دي اكس لليو في في بالنسبة لإكس، طبعا الاشتقاق بيساوي تكامل يو في دي في على دي اكس دي اكس زائد تكامل في في دي يو على دي اكس بالنسبة لإكس. كملت الطرفين بالنسبة إلى إكس. هذا إيش حتساوي يا شباب؟ اشتقيتها وبعدين كملتها، إيش حتساوي؟ هي نفس يو في في بتساوي الدي اكس مع الدي اكس بتروح شو بضل؟ تكامل يو في دي في وبرضو الدي اكس مع الدي اكس شو بتساوي؟ تكامل في في دي يو هو نفس القانون اللي عندي <applause> هيو بقول بقول لي تكامل اليو في دي في بيساوي يو في في هيها وانقل هذا على الناحيه الثانيه ناقص تكامل في في دي في هذا قانون التكامل بالأجزاء أنا راح أخذ مثال واحد فقط عشان المحاضرة الجاية إن شاء الله نأخذ أسئلة متنوعة على هالقانون هذا من الكتاب لأنه في أسئلة كتير خذ بالك بدي أخذ السؤال هذا نفسه لو سمحت طلع معي X في X بدي أخذ الاختيار الأول والاختيار الثاني ونشوف إيش بده يطلع معنا عندي تكامل اكس اي اكس دي اكس. بدنا نكامل هذا السؤال. أول حاجة هذا زي ما قلت لك لا بنحل بالتعويض ولا بنحل بالقانون، بدي أحله بالأجزاء لأنه في دالتين مضروبين في بعض. أنا بقول لك الدالة أسهل للإشتقاق هي اللي فرضها بيو. هاخذ اكس. والدالة الأسهل للتكامل اي اكس دي اكس هي اللي فرضها بإيش؟ بدي في. مش هذا الاساس لحاله برضه الاساس الثاني انه برضه يكون اللي هو ال -V في في ال الدي في الها تكامل برضه هذا اساس من اسس كيف اختار الدالتين اللي عندي انا قلت بدي اختار هذا الاختيار وبدي اعكس لو عكست ايش حيصير تعالوا نشوف ايش حيصير عشان بنفسك تشوف ايش بده يصير اذا بدي اقول له لت اليو نفترضها باكس والدي -E في افترضها باي اكس في الدي اكس ايش اعمل في الاولى اروح اشتقها هقول له دي يو بتساوي دي اكس مشتقة طب ليش عملت هيك ما هو شو مشتقة اليو بالنسبة لاكس دي يو على دي اكس وايش مشتقة الاكس بالنسبة لاكس واحد فصارت دي يو بتساوي دي اكس اذا الاولانية اشتقناها ثانية بدنا نكملها تكامل هذه في وتكامل الاكس دي اكس ايش ايو 6 خلاص اذا القانون شو بقول لي الان تكامل يو في دي في ايش يعني اكس في اي اكس دي إكس. شو القانون بقول زي هيك احفظه طلع معايا هادي في هادي ناقص تكامل هادي في هادي اذا اكس في اي و 6 ناقص تكامل اي اكس في دي اكس خلاص هل قلت هادي اللي قلت لك لازم يقبلها تكامل يعني ينفعش انا اختار وبعدين ما يكونش لها تكامل لا اذا الجواب اي اكس ناقص اي اكس زائد سي هل قلت انا لو اخترت العكس يا شباب لو اخترت اليو بتساوي اي و 6 هادي الاي و 6 هي اللي اخترتها دالة ايش الاشتقاق يو واخترت الاكس في الدي اكس هادي اخترتها بالدي في ايش حيصير معايا هل قلت الاولانية اشتقها دي وإيش بتساوي اي اكس دي اكس طب كامل الثانية شو تكاملها؟ آه التكامل هنا بزيد قاعد اكس تربيع 2 طب انا مين بدي؟ بدي اقول لك. تكامل هذه ضرب هذه اللي هي اكس في اي اكس دي اكس بيساوي ايش بيساوي؟ يو في في ايش اليو في في؟ اكس تربيع 2 اي في اكس ناقص تكامل مين؟ هذه ضرب هذه النص برا اكس تربيع اي اكس دي اكس شفت ايش اللي س... شوف بقول لك أكملها كمان مره طلع ايش بصير انت انا ايش طالب منك طالب منك تكامل اكس في اي اكس وانت ايش مطلع لي يعني انت عقدت السؤال مش بسطته شفت انا طالب منك اكس في دي اكس وانت مطلع لي اكس بي اكس اذا هذا الاختيار عندي غلط ليه لانه انت اكس بي اكس قاعد الحل او قاعد التكامل عندك بزيد انا لا بدي التكامل عندي ايش ينقص حناخد اسئله متنوعه على هذا السكشن ان شاء الله في سكشن 9 واحد محاضره جاء شكرا لكم